أهم من أقام في هذه في هذا المنزل، منزل إبراهيم كالقدس السناري، ريجو الرسام الشهير جدا في هذه الفترة، كان من علماء الحملة لانكريه، جولوا، لاريج، كم كبير جدا من هؤلاء العلماء أقاموا في هذا المكان. وطبعا كانت الحملة الفرنسية الحقيقة، احنا ننظر ليها طبعا كحملة احتلال عسكري، لكن هي الحقيقة وجهت ولفتت نظر المصريين إلى مدى التأخر اللي احنا كنا فيه في الفترة دي بعد أن كنا نسود العالم في العصور الوسطى. علماء المجمع الفرنسي اللي استقروا بين جدران هذا البيت لمدة 3 سنين متصلة بلغ عددهم حوالي 160 عالم ونحو 2000 من الرسامين والفنانين، من أجل توثيق دراسة عن سلوك المصريين وعاداتهم وتقاليدهم ودراسة نهر النيل وطرق الزراعة والحصاد. وأصدروا بعد كده موسوعة وصف مصر اللي بتعد حتى الآن من أهم المراجع العالمية لدراسة الحالة المصرية في هذه الحقبة، لدراسة الأحوال الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، العادات والتقاليد، أقاليم مصر، طبيعتها، جغرافيتها، المقاومات الطبيعية بتاعتها، كيفية الاستفادة منها. طبعا كل ده ما كانش طبعا هدفه في الأساس هو لخدمة مصر على قدر اكتشاف مصر أكبر بما يخدم مصالح المحتل الفرنسي في هذا الوقت. وعلى الرغم من أن علماء الحملة الفرنسية كان بينهم بالفعل عدد كبير من علماء دراسة اللغات، إلا أنهم فشلوا في أنهم يتوصلوا لفك رموز هذا الحجر. كان الاعتقاد السائد عند الفرنسيين وقتها أن في حضارة عظيمة نشأت على أرض مصر، وكان فيه اهتمام كبير بدراسة تاريخنا اللي كان مجهول بالنسبة للفرنسيين. لدينا مجموعة من التقارير الكبيرة التي عدها مجموعة من الرحالة والمستشرقين والمستكشفين الفرنسيين الذين زاروا مصر من القرن الخمستاشر والستاشر والسابع عشر والثامن عشر. كانت أثناء ذهابهم للتجارة سواء مع بلاد الهند أو غيرها كانوا يمكثون كثيرا في مصر ويلتقون برجالها وبأماكنها وبمعابدها وبمبانيها والتعرف على علمائها. وهو أحدث نوع من الفتنة أن يجدوا مثل هذه المباني، هذه العمارة، هذه الأثار، هذه التقاليد. وعلى الرغم من أن الفرنسيين هم اللي اكتشفوا الحجر، إلا أنه كان في محاولات كتير اتسجلت في التاريخ ووضعت اللبنات الأولى لتأسيس علم المصريات. المحاولات دي بعضها كان في العراق وبعضها كان في مصر وبعضها الآخر كان من خصمهم الإنجليزي آنذاك.